لأنني شارك معكم الفرحة، لأن وهذه الإبادة الأولى هي آية اللي متواجدة معايا، قربت المسافة اللي بيني وبين الناس اللي كنعرف هنا والناس اللي بعاد، ولكن الشيء الجميل هو أنك تشوف التواجد ديال الآباء وديال الأمهات ديال كل شيء اللي موجودين معنا. نتمنى من الله عز وجل أنه يحفظ البلد ديالنا ويحفظ المريخ ديالنا وينصرنا على من عادانا. والله شاهد على ما اقول بانني اول مره غنجي لواحد ليكول اللي غادي ناخذ كلمه نهضر سي فغي، وكنشوف بعض المرات الاماكن اللي هي مؤثره بحال المستشفيات والسجون الى غير ذلك بزياره الاخوان ديالنا، ولكن اول مره كنشوف الفرحه ديال الاباء مع الابناء ديالهم، وهذا شرف لي لاني كنت واجد. كنت كنتمنى على انه يكون واحد الشخص اللي هو عزيز عليا بزاف، ولكن توفى الله يرحمه اللي هو الوالد ديالي، ولكن ما فيها باس، كنعتبركم كلكم خوتي والاخوان ديالي وتواجدين. شكرا لكم جميعا، نتمنى لكم كل خير جميل معكم. شكرا.
Thank you.